ايش هيك كان ستارت اي سي كونتينيو اي دونت نو فور وات جست كونتينيو او جست كونتينيو اوكي ذاتس فور ريكوردينج اوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رأفة ورحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الأحبة في الله، نسأل المولى تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يا أرحم الراحمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. وإذا أردت يا ربنا بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين. اللهم أحينا مسلمين أعزة، وأمتنا مسلمين أعزة، واحشرنا مسلمين أعزة. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، ولا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الأحبة، نعيش في ظلال هذه الأيام المباركة، أيام عشر ذي الحجة، التي فضلها الله تبارك وتعالى على جميع أيام العام. وقد جاءنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. وهذه هي نفحة ومنحة وعطية وفضل من الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من هذه النفحات هي العشر الأول من ذي الحجة، وهذا هو اليوم الثالث من أيام العشر، فعلينا أن نجتهد. فالله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء. ليه الأيام العشر؟ الله عز وجل اختارها. لله عز وجل ما يخلق وله ما يختار. فالله تبارك وتعالى خلق السماوات واختار منها السابعة، وخلق الجنات واختار منها الفردوس الأعلى، وخلق الملائكة واختار منهم جبريل، وخلق الإنسان واختار منهم الأنبياء والرسل، واختار من الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق الأرض واختار منها مكة أرض الحرم، وخلق الأيام واختار من أشهرها رمضان. شهر رمضان اختاره الله عز وجل لهذه الأمة، ومن أيامها من يوم الجمعة، ومن لياليها ليلة القدر خير من ألف شهر، ومن ساعاتها ساعة الجمعة التي فيها ساعة إجابة، ومن عشرها عشر ذي الحجة. من عشر اختار من الأيام عشرها عشر ذي الحجة. فالحذر، الحذر من ضياع الأوقات، الحذر، الحذر من ضياع الأوقات. أيها الإخوة الأحبة في الله، إياكم أن تضيعوا أوقاتكم في هذه الأيام في النوم والقيل والقال ومشاهدة المقاطع والقنوات. انسى كل هذا، لأن هذه الأيام غالية، هذه الأيام ثمينة، هذه الأيام منحة من الله لك ولك أيتها الأخت المسلمة. فتخلوا عن كل هذا،
تخلوا عن النوم، تخلوا عن الكلام فيما لا يفيد، تخلوا عن مشاهد المقاطع والقنوات، المقاطع التي على الفيسبوك وغيرها، والقنوات التلفزيونية وغيرها، والانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي وغيره. فإن هذا موسم غنيمة وفرصة لا تعوض، فبادر إلى اغتنام هذه العشر. وقد كان سعيد بن جبير رضي الله عنه إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى لا يكاد يقدر عليه. هذا سعيد بن جبير الصحابي الجليل، كان في هذه العشر يجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، كان يسقط من طول القيام، ولكنه يحاول ويجتهد لفضل هذه العشر ولمكانة هذه العشر في هذه الأيام المباركة التي نعيشها أيها الأخوة الأحبة في الله. فكان هذا سعيد، إذا كان هذا حال سعيد بن جبير وهو من هو، فما بالكم بنا نحن. كان رضي الله عنه يحث على العبادة في ليالي العشر ويقول: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر. كان سعيد بن جبير يقول: لا تطفئوا سروجكم في ليالي العشر، يعني خليكم صحيين طوال الليل، خليكم صحيين مستيقظين لله تبارك وتعالى في هذه الأيام وفي هذه الليالي، تيقظوا واغتنموا هذه الليالي في طاعة الله تبارك وتعالى. لا تطفئوا سروجكم في هذه العشر. نعم أيها الإخوة، ما تطفيش السروج، ما تبقاش مولع عندنا ضيوف، ولا عندنا، ولا بلعب جيمز، ولا قاعد مشغول بالحياة بالدنيا وبلهو الدنيا وبمتاع الدنيا. لا تطفئ سروجك، أي تكون قائما تاليا لكتاب الله، ذاكرا لله تبارك وتعالى، مصليا في هذا الليل وفي جوف الليل لله تبارك وتعالى. وهذا لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، لماذا؟ لشرف الزمان، لشرف هذا الزمان، شرف هذه الأيام المباركة، شرف وقت حجاج يجتمع فيه حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة وفي أرض الجزيرة العربية. هذا شرف، هذه الأيام لها شرف في كل زمانك وفي كل وقتك لغير الحاج. أما للحاج فله شرف الزمان وله شرف المكان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا أبواب بيته الحرام وأن يرزقنا وإياكم زيارته وحجه. فهذه الأيام المباركة لها شرف لحجاج بيت الله الحرام، لشرف شرف مكان وشرف زمان، أنهم هناك مقيمون في أرض الحرم، وشرف الزمان أنها من أيام العشر الأول من ذي الحجة. فهي الأيام المعلومات المباركة، هذه الأيام العشر، هذه الأيام المعلومات المباركة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن، والتي شرع الله تعالى ذكره فيها على ما رزقهم من بهيمة الأنعام في قول الله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، الأضاحي وغيرها، وما تحملهم إلى تلك البقاع الطيبة، ليشهدوا منافع لهم. نعم، في هذا الوقت ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هذه هي الأيام المعلومات، أيام العشر الأول من ذي الحجة، هذه هي الأيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يذكر اسم الله لأن كل أعمال الحج مصحوبة بذكر الله وتلبيته، كل ما تعمل، كل الحج يركب، ينزل، يجي، نام، يستيقظ، يأكل، كل فعل من أفعال من الأعمال، وكل عمل من الأعمال يعني
يفضل أن يكون مصحوبا بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك أنا أسافر من مكاني هذا إلى مكان إلى عرفات، لبيك في أمرك، لبيك في كل ما تأمرني به. يذكر اسم الله، لأن كل أعمال الحج مصحوبة بذكر الله وتلبيته. فما من عمل يؤديه الحاج إلا ويقول لبيك اللهم لبيك، ما من عمل يقوم به الحاج إلا يقول لبيك اللهم لبيك. وتكون هذه التلبية من أول عقد النية، تكون هذه التلبية من أول عقد النية من الميقات المحدد. حينما يصل الإنسان إلى الميقات، إلى ميقات الإحرام، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بحج متمتعا به إلى العمرة، يعني لبيك اللهم بحج وعمرة، يجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد وفي تلبية واحدة. هذا كله جائز، وأفضله التمتع، لبيك اللهم متمتعا بالعمرة، لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. فهذه هي التلبية. نعم، فكل عمل يقوم الإنسان به في أيام الحج يكون مصحوبا بالتلبية، وتظل التلبية شاغله وديدنه إلى أن يرمي جمرة العقبة. تكون التلبية شاغله وديدنه إلى أن يرمي جمرة العقبة. ومعنى لبيك اللهم لبيك، معنى لبيك اللهم لبيك أن مشاغل الدنيا يا رب تطلبني. كل واحد مشغول بدنيا، كل واحد مشغول بنفسه، كل مشغول بحياته. وأنت حينما تقول لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب أنا على رغم انشغالي بدنياي فأنا أترك كل مشاغلي إلا أن أكون مطيعا لك، أكون مطيعا لك يا رب، فلا طاعة علي لأحد غيرك. لبيك اللهم لبيك، يا رب أنت تطلبني، يا رب إن مشاغل الدنيا تطلبني وأنت طلبتني لأداء فرضك علي، فأنا ألبيك أنت أولا لأنك خالقي، فأنا ألبيك أنت أولا لأنك الله هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، وهو الذي أعطاك، وهو الذي أحياك، وهو الذي يميتك، وهو الذي بيده كل شيء. فكن ملبيا له في أمره يعطيك ما تشاء، فأنا ألبيك أنت أولا لأنك خالقي وخالق كل شيء، وخالق كل ما يشغلني وما يأخذني منك. وهي هذه العشر الأول من ذي الحجة خاتمة الأشهر المعلومات، هذه العشر هي خاتمة الأشهر المعلومات في قول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. هذه الأيام، أيام العشر، هذه من الأشهر المعلومات. نعم، فهي أعظم الزمن بركة، هي أعظم الزمن بركة، عشر ذي الحجة أعظم الزمن بركة، فمكانتها عند الله تبارك وتعالى عظيم. فهي كثيرة الحسنات، حسناتها كثيرة، وعطايا ربنا فيها كثيرة، كثيرة الحسنات، العمل الصالح فيها يعدل الجهاد في سبيل الله، قليلة السيئات في هذه العشر أيضا هي قليلة السيئات، سيئاتها قليلة. لماذا؟ لأن الإنسان حتى الحاج حينما يفكر في المعصية تكتب عليه سيئة، ولا تكتب السيئة بالتفكير فيها وقصدها دون أن يعملها إلا في هذه العشر. سبحان الله، فهذه العشر اللي بيفكر فيها بسيئة تكتب عليه. نسأل الله تبارك، وهذا للحجاج
لقول الله تبارك وتعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بس مجرد الإرادة، بس مجرد تفكر في الظلم، بس مجرد تحاول إنك تظلم ولو حتى ما قدرتش، الله عز وجل قال: نذقه من عذاب أليم. وهذه مطلوبة في ذاك المكان لاختلاط الرجال بالنساء واجتماع الأمة، وإرادة كل فرد، رجل أو امرأة، شاب أو شيخ، الجميع يريد أن يحج وأن يؤدي المناسك. فمجرد أن تفكر في ذنب في هذه المواطن وفي هذه المواقف يسجل عليه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نسأل الله تبارك وتعالى العافية. هذه الأيام عالية الدرجات، متنوعة الطاعات، الطاعات تجتمع فيها، تجتمع فيها العبادات العظيمة التي هي أركان الإسلام كلها، تجتمع في هذه العشر أركان الإسلام كلها التي لا تجتمع في غيرها، وهي الحج. الحج لا يكون إلا في هذه الأيام، فما طول السنة ما فيش حج إلا في هذه الأيام، الحج أشهر معلومات، فالحج في هذه الأيام. وفيه الأضحية، ولا تكون الأضحية إلا في هذه الأيام، والأضحية أنتم كما تعلمون أنها فدية أبيكم إسماعيل عليه السلام، حينما تضحي تمثل في تتمثل بهذا العمل، بالإضافة إلى الصيام في هذه الأيام، صيام التسع، إذا استطعت أن تصوم التسع فهذا خير، وإن لم تستطع فصم على قدر استطاعتك في هذه التسع. وصيامها جاء فيه روايتان، إحداهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم التسع، أي كاملة. والثانية رواية حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام تسع ذي الحجة، صام تسع ذي الحجة. فهنا رواية إثبات ورواية نفي، فإذا جاءت رواية الإثبات ورواية النفي علينا أن نأخذ برواية الإثبات، علينا أن نأخذ برواية الإثبات، لأن العمل الصالح في هذه العشر يعني أفضل من الجهاد والصيام من الأعمال الصالحة. والأمر الثاني أن رواية الإثبات أن السيدة حفصة ربما تكون قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان يصوم عند غيرها في هذه التسع، أكان يصوم عند غيرها من النساء في هذه التسع، فأجابها فكان عندها علم. أما السيدة عائشة ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما إلا ربما اليوم الذي كان معه في هذا اليوم. سبحان الله، ربما يكون هذا. فالسيدة حفصة رواية الإثبات هنا أقوى من رواية النفي، ففيها الحج وفيها الأضحية وفيها الصيام كما هو في شهر رمضان، وفيها الصلاة كما في كل العام، وفيه الصدقة أن تتصدق في هذه الأيام، وفيها أن تخرج زكاتك لمن حال عليه الحول في ماله، فعليه أن يخرجه في هذه الأيام المباركة. فاحرص أخي المسلم أختي المسلمة في هذه العشر على الصلاة والصيام وقراءة القرآن، لو استطعت أن تختم في هذه العشر فهذا فضل عظيم، وتختم وأنت تتدبر كلام الله تبارك وتعالى قدر المستطاع، فتقرأ القرآن بتركيز وتدبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين تدبر كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن والاجتهاد في الذكر والدعاء في هذه الأيام، والتضرع إلى الله عز وجل
تضرع في إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام المباركات، هذه الأيام التي لها فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى، وكذلك بر الوالدين وصلة الرحم في هذه الأيام. كن بارا بأبويك، كن بارا بأجدادك، كن واصلا لرحمك، ففي هذه الأيام فضل وبركة. وكما تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قال في بر الوالد، قال رضا الله، رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسخط الرب في سخط الوالد، رضا الرب في رضا الوالد. الحديث هذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. والمقصود بالوالد هنا الوالد والوالدة، الوالدين الأب والأم هما مقصودان في هذا الحديث. فإذا أرضيت أبيك وأرضيت أمك أرضاك ربك تبارك وتعالى، كان الله عز وجل راضيا عنك، فاغتنم هذه الفرصة. وإذا كان لك والدين في غير هذه البلاد فاتصل بهما وبر بهما، وصل رحمك الذي خارجها، الذي هم خارج هذه البلاد أو كانوا في هذه البلاد، فصلة الأرحام مطلوبة، وخاصة في هذه الأيام المباركة، أيام العشر الأول من ذي الحجة. وكذلك من أعمال الخير وأعمال البر في هذه الأيام قضاء حوائج الناس، حينما تقضي حاجة أخيك المسلم. سيدنا عثمان رضي الله عنه كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد رجلا مهموما مغموما، فقال له ما بك؟ قال دين لزمني، قال ووجب علي أداءه. قال له أكلم صاحبه عنك، يعني أروح أكلم صاحب الدين عنك؟ فقال له إن شئت. فحمل نعله، وكان معتكفا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حمل نعله وخرج من المسجد، فقال له أنسيت أنك معتكف؟ قال له إني سمعت صاحب هذا القبر يقول من مشى في حاجة أخيه، من مشى في حاجة أخيه كتب الله اعتكاف 10 سنين في مسجدي هذا. بس تمشي في حاجة أخيه حتى يقضيها له، كتب الله له أجر اعتكاف 10 سنين في مسجدي هذا. إلى هذا الحد قضاء حوائج المسلمين تخرج عثمان من الاعتكاف. وأنت في هذه الأيام أيضا، يعني إذا استطعت أن تقضي حاجة أخيك المسلم أو أختك المسلمة، فعليك أن تفعل في هذه الأيام المباركة وتقضي حاجة إخوانك. فهذه من أعمال البر وأعمال الخير في هذه العشر الأول من ذي الحجة. وكذلك زيارة المرضى في هذه الأيام، واتباع الجنائز، والإحسان إلى الجار، وإطعام الطعام. وقبل كل ذلك احرص على التوبة النصوح لله تبارك وتعالى، وتب إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام، فإن الأجر فيها مضاعف. فمن فضائل هذه الأيام العشر، من فضائل هذه الأيام العشر أنها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. هذه العشر هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، فالعمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من غيرها، فهي موسم للربح، وهي طريق للنجاح، وهي ميدان للسبق. عايز تسابق؟ سابق في هذه العشر، سابق إلى الخيرات في هذه العشر، وهي ميدان السبق إلى الخيرات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. سبحان الله العظيم، ما من أيام
العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الحديث مرة ثالثة، ما من أيام العمل الصالح فيه، العمل الصالح أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر، الأيام اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، الأيام اللي النهاردة ثالث يوم فيها، باقي فيها أسبوع. العمل الصالح أحب إلى الله تعالى في هذه الأيام. ويسأل الصحابة يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله. سبحان الله، إني أعجب من أناس يجلسون أمام التلفاز في هذه الأيام ويقضون أوقات طويلة أمام التلفاز وأمام الشاشات الصغيرة والكبيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأمام الفيسبوك والإنستغرام وغيره وغيره من قنوات التواصل الاجتماعي والواتساب وغيره. سبحان الله العظيم، يقضون أوقات طويلة في هذه الأيام في غير طاعة الله عز وجل. الأشد من ذلك من يقضون أوقاتهم في لعب ولهو وضحك وبعد عن طاعة الله تبارك وتعالى، والعمل الصالح فيها أفضل من الجهاد. تخيل أنك في جهاد في حرب، تخيل أنك في جهاد في سبيل الله عز وجل، وأنت جالس في المسجد تقرأ القرآن وتسبح وتهلل وتكبر وتحمد الله تبارك وتعالى. تخيل أنك في جهاد وأنت في بيتك وأنت تمسك بكتاب الله تبارك وتعالى، تتقلب صفحات القرآن. فضلا سبحان الله، فضلا أنك يعني كثير من أولادنا وشبابنا يقضون أوقاتا طويلة فيما لا يفيد. أقول لك أختي المسلمة، أقول لك أخي المسلم، لا تضيعوا أوقاتكم وأنتم في البيوت أمام هذه الأشياء. فهذه الأيام العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد. الجهاد تبقى في الجهاد عطشان ومجروح، والعدو يقتلك ويأسرك ويأخذ مالك. سبحان الله، هذه وأنت تفعل ذلك وأنت في بيتك وأنت في هذه الرفاهية التي أنت فيها، تأخذ أجر مثل هذا. ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، خد ماله وطلع كله بحاله بماله بكله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، استشهد في سبيل الله عز وجل وسلب ماله وأخذ ماله. سبحان الله، يعني ده بس اللي هيكون أفضل منك إذا أنت عملت أعمال صالحة في هذه العشر. سبحان الله العظيم. طب اللي جاهد ورجع، لا، أنت أفضل منه في العمل الصالح، أفضل في هذه العشر من هذا العمل. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وقد روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقال في أيام العشر بكل يوم 1000 يوم، ويوم عرفة ب10,000 يوم. قيس نفسك بقى، أعمل لنفسك ترمومتر. أنت أختي المسلمة، ابنتي، أولادي، شباب، بنات، كل الناس يحسوا بهذه الأيام، يشعروا بهذه اللحظات، هذه اللحظات التي تفوت، كل لحظة بلحظة تفوت لا ترجع. فأنفاسك غالية فلا تهدرها، وأوقاتك ثمينة فلا تقتلها، لا تقتل نفسك في هذه الأيام بعدم طاعتك وإقبالك على الله تبارك وتعالى. أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقول في أيام العشر بكل يوم 1000 يوم، ويوم عرفة ب10,000 يوم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، أكثروا في هذه العشر من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذه الأيام التكبير فيها مطلق، تكبر وأنت في سيارتك، تكبر وأنت ذاهب إلى فراشك، تكبر وأنت ذاهب إلى عملك، تكبر في أي وقت فراغ لك، تكبر حينما تنتهي من الصلاة وتخرج، تكبر وأنت في المسجد إذا لم يكن هناك من يصلي حتى لا تشوش عليه،
تكبر وتحمد، تكبر وتهلل وتحمد الله تبارك وتعالى في هذه الأيام. سيدنا عبد الله بن عمر يقول: فأكثروا فيهن ما من أيام العمل الصالح. حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وكان عبد الله بن عمر يخرج إلى السوق ومعه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يكبران في السوق ويكبر الناس بتكبيرهما، يكبر الناس في المدينة بتكبيرهما، حتى كانت المدينة ترتج بتكبير المسلمين. فهذه الأيام أيها الإخوة أيام تكبير. أشعروا أولادكم بالعيد من الآن، أشعروا أيامكم بأيام الفرح من الآن. والله كان في المسجد اليوم عاملين تدريب للأولاد على الحج، وعمل لهم مجسم للكعبة، والآن عمالين يلفوا وفتح لهم التكبيرات والتلبية. سبحان الله العظيم، يعني شوقونا إلى حج بيت الله الحرام. نسأل الله لنا ولكم زيارة بيته الحرام وأن يتقبله منا يا رب العالمين. من فضل هذه الأيام، من فضل أيام العشر، أن الله تبارك وتعالى يعني أقسم بها. الله تبارك وتعالى أقسم بأيام العشر هذه، فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، والله لا يقسم إلا بعظيم. القسم هنا قسم تعظيم، وهذا لا يكون إلا لله. ليس لنا أن نقسم بالسماء ولا بالأرض ولا غيره، ولكن لله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء. والله تبارك وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. فالسماء الله عز وجل أقسم بها، والأرض والقمر والنجوم والفجر والضحى والليل والقيامة وغيرها. وأن الله تبارك وتعالى قرن هذه الأيام في قسمه هذا، أن الله قرنها بأفضل الأوقات، قرنها بالفجر وقرنها بالشفع والوتر والليل. فبالفجر تعود الأرواح إلى الأبدان بعد الموت، بالفجر تعود الأرواح إلى الأبدان بعد الموت. يعني نموت، إحنا بنموت بالفجر، تبدأ الأرواح تدب في الأرواح تدب في الأجساد تاني، والنور بعد الظلمة، الظلمة وحشة صعبة، النور يأتيك بالفجر، وتجتمع فيه الملائكة، وبه يعرف أهل الإيمان. وقرنها الله عز وجل بالشفع والوتر، والشفع هو يوم النحر أي يوم العيد، والوتر هو يوم عرفة. وقرنها الله تبارك وتعالى بالليل في وقت، وهو وقت الخلوة والإخلاص وكمال المراقبة لله، وقت إجابة الدعاء. الليل فيه إجابة الدعاء، أدعو الله تبارك وتعالى ومغفرة الذنوب. يقول الرب في آخر الليل: هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. الله تبارك وتعالى ميز أهل الجنة بهذا الليل، فالله تبارك وبهذا وبقيام الليل، فالله تبارك وتعالى يقول: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، آخذين ما آتاهم ربهم. فهؤلاء المتقون نالوا هذا الجزاء لأنهم أخذوا منهج الله برضا وحب، وتناولوا هذا المنهج بعشق ولهفة. فكأن هؤلاء سمعوا منهج الله وعلموا أن فيه قوام حياتهم وصيانة حركة، يعني حياتهم كلها فيه، حياتهم كلها ونجتهم في الآخرة في العمل بأمر الله عز وجل. فأخذوا التكاليف، أخذوها بلهفة وحب وعشق، أخذوه بقوة كما قال الله تبارك وتعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. فيعني أيها الإخوة الأحبة، يعني الله تبارك وتعالى جعل الليل هذا لأهل الإحسان، لأهل الإحسان الذين قال عنهم كانوا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي استحقوا هذه المنزلة إلا لأن ما استحقوا هذه المنزلة إلا لأنهم كانوا قبل ذلك محسنين. والإحسان درجة عالية من درجات الإيمان، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان هو الزيادة في الطاعات فوق ما أمرك الله به. فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. هذه الليالي أيضا ليال مباركة، فالليل ميز الله تبارك وتعالى به عبادة، فقال: وعباد الرحمن الذين
يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه الليالي المباركات لا تضيعوها، لا تضيعوا هذه الأيام. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فعلينا أيها الإخوة، علينا أن نقوم الليل. قال ابن عباس: من صلى بعد العشاء ركعتين فأكثر كان كمن بات لله ساجدا وقائما. بس صلي شوية، احنا نعلم أن الليل قصير في هذه الأيام، قم قبل السحور كده صلي لك ركعتين، صلي لك ركعتين قبل ما تنام، قبل الوتر صلي لك ركعتين قيام لله تبارك وتعالى، ونل هذا الأجر في هذه الأيام العشر. أكمل الله تبارك وتعالى فيها الدين إذ اجتمعت فيه العبادات كلها ولا تجتمع في غيرها. أكمل الله تبارك وتعالى في هذه العشر الدين إذ اجتمعت في هذه العشر العبادات كلها ولا تجتمع في غيرها. هي أيام كمال، أيام الكمال فيها الصلاة كما في غيرها، وفيها الصدقة لمن حال عليه الحول، وفيها الصوم لمن أراد التطوع أو لم يجد الهدي، وفيها الحج ولم يكن إلا في غيرها، وفيها الذكر والتلبية، وفيها تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع، وكان في يوم جمعة. وكمال الدين يدل على كمال هذه الأمة وخيريتها، وأن الله تبارك وتعالى أيضا في هذه الأيام أتم فيها النعمة إذ تنعم الأرواح بشتى أنواع الطاعات. كل الطاعات بتعملها وتنعم روحك بها كده وترفع روحك بهذه الطاعات لله تبارك وتعالى. ومن تمام النعمة في هذه العشرة أن أظهر الله الإسلام على جميع الأديان في الجزيرة، إذ كان المسلمون في هذا اليوم أكثر من 100,000. فسبحان الله، 100,000 أكثر من 100,000 فتح الله بهم العالم أجمع. نحن الآن يعني مليارات مليارات المسلمين، سبحان الله العظيم، ماذا صنعنا؟ والله تبارك وتعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فكن ممن أظهر الله بهم الدين، وقم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليك من أعمال صالحة حتى تتم نعمة الإسلام، ويراك غير المسلمين فما يكون لهم إلا أن يتوجهوا وأن يعملوا كعملك لأنك مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، على أن نلتقي إن شاء الله في يوم السبت في نفس الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.